حول آخر المستجدات. ينضم لنا من أربيل الصحفي شروان مولا إبراهيم. شروان مساء الخير، أهلا بك معنا. هل ظهرت نتائج إلى الآن؟ كيف كانت النسب؟ ذكرنا قبل قليل أنه كانت النسب مرتفعة في التصويت، ماذا بالنسبة لعمليات الفرز ولا النتائج؟ مساء النور خديجة. طبعا بالنسبة لعمليات الفرز لا زالت مستمرة منذ ليلة البارحة وحتى الآن، ولكن ليست هناك أي نتائج معلنة. يبدو غدا أو بعد غد سيتم الإعلان عن النتائج النهائية حول هذه حول ما تمخض في يوم الاستفتاء. بالمجمل يعني النسبة الأولية المعلنة عن نسبة المشاركين كانت 76%، على الأرجح ستكون سترتفع إلى 80% بحسب الإحصائيات الأخيرة. طبعا هذه إحصائيات أولية في يوم الاقتراع أي بعد من عملية التصويت، ولكن ليست هناك أي نتائج رسمية معلنة عنها أو متوقعة من سواء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء أو من جهات في حكومة أقليم كردستان. على الصعيد الآخر يعني قبل هذا الوقت بقليل صدرت تصاريح من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد فيها بعدم اعتراف إقليم كردستان، لكن الغريب في الموضوع أنه هدد حكومة إقليم كردستان ومهلهم مدة 72 ساعة بتسليم المعابر الحدودية والمطارات للحكومة الاتحادية في بغداد، وإذا لم يتم ذلك بحسب قوله أول إجراءات سيتخذونها هي منع إغلاق المجال الجوي أمام إقليم كردستان. شروان، نتائج متى من المتوقع أن تظهر بشكل دقيق؟ يعني اليوم الليلة؟ لا، ليس هناك يعني أي شيء من هذا القبيل. هناك مؤتمر صحفي للمراقبين الدوليين بعد ساعة من الآن ليتحدثوا حول مدى نزاهة الانتخابات وسير عملية التصويت والاقتراع، لكن حتى قبل ساعتين أثناء تواصلنا الصحفي مع المفوضية العليا للاستفتاء ليس هناك يعني أي بوادر بالإعلان عنها في هذا الوقت المتأخر. يعني شكرا لك شروان مولا إبراهيم، صحفي كنت معنا من أربيل عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.